طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإني أسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، فهذا لقاؤنا الاثنى عشر في دورة علوم القرآن في سلسلة الإيجاز والبيان في تجويد كلام الرحمن، سلسلة بسيطة سهلة ميسرة في علوم القرآن والتجويد. بدأنا فيها الحديث عن نزول القرآن وجمع القرآن وانتصار القراءات ونسخ المنسوخ والمكي والمدني وعد الآيات ورسم المصحف إلى غير ذلك من علوم القرآن. واليوم نتحدث على مدار محاضرتين، يعني هذه المحاضرة ومحاضرة قادمة إن شاء الله، عن موضوع مهم جدا فلابد لطالب القرآن أن يتعلمه، ألا وهو أصول في التفسير. أصول في التفسير، في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. المحاضرة الثانية عشرة، إحنا تكلمنا في 11 محاضرة، دي المحاضرة 12، مهمة جدا، المفروض كانت تكون متقدمة قليلا، ولكن لأن الموضوع موضوع مهم وموضوع طويل، تفضل. الثانية، لا، هذه المحاضرة الـ 12، كان قبلها سبق هذا 11 محاضرة، كلهم موجودين إن شاء الله. نعم، كنا نتكلم عن التدريب. هذه المحاضرة الأولى في أصول في التفسير. يعني أصول التفسير هذه ستكون على مدار محاضرتين إن شاء الله. أصول في التفسير. أولا، لابد أن نعلم أن الله تعالى أنزل القرآن لكي يقرأ ويتلى، ولكي يتعلم الناس القرآن، ولكي يفهمون كلام الله سبحانه وتعالى، فإنه لابد لكل مسلم أن يتعلم كلام الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليدبروا آياته. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، أي تفسيره وبيان معاني. لذلك قال تعالى أيضا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجبه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فالأصل تلاوة القرآن، وبعد ذلك تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو أعلم بمراده. ولذلك لأن القرآن هو المصدر الأول للتشريع، فوجب على المسلمين أن يفهموا كلام الله سبحانه وتعالى ويتعلمون أصوله وكيف وكيف تفهم كلام الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لماذا؟
لماذا كان هكذا؟ لأنه فهم، لأنه فهم. وهذه قصة جميلة جدا لعالم كبير اسمه الأصمعي. الأصمعي هذا كان عالم في اللغة كبير، والأصمعي في مرة كان يقرأ القرآن فسمعه رجل، يعني سمعه أعرابي يعني، فقال الأصمعي هكذا: والسارق والسارقة فقاطعوا أيديهما جزاء من الله، والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. قال الأصمعي، يعني الأصمعي هذا قرأ على الأعرابي فقال له كده، قال له إيه: والسارق والسارقة فقاطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، والله غفور رحيم. قال الأعرابي: ما هكذا نزلت يا أصمعي؟ قال: لا، بل هكذا نزلت. قال: لا، يعني الأعرابي هذا قال كده، قال: لا، قال لا، قال: ولكن عيدها ثاني يا أصمعي. فقال إيه: والسارق والسارقة فقاطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي: نعم، هكذا نزلت، فإنه عز فحكم فعدل. سبحان الله، عز فحكم فعدل. لذلك هذا الرجل لم يتعلم شيء، لم يتعلم شيء أصلا في أصول اللغة ولا أي شيء، ولكن هو فهم كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا العالم الكبير حينما كان يسير في الصحراء فقابل رجل يعبد النار، فقال له هذا العالم: لماذا تعبد النار؟ قال: إنه ربي. فقال: لا، قال العالم له: لا، إن ربي هو خالق السماوات والأرض، إن ربي هو خالق السماوات والأرض. فقال له هذا الـ الذي يعبد النار: هل معك شيء من كلامه؟ يعني أنت عندك حاجة تقولها لي من اللي نزلها أو اللي قالها ربك؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال له كده: وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني بدأ يقرأ عليه بعض الآيات من سورة الذاريات. قال: والذاريات ذروة فالحاملات يقرأ فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. وظل يقرأ حتى وصل إلى قوله: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال هذا الرجل لهذا العالم: يكفي هذا، يكفي هذا. وكان عنده جمل وذبح الجمل، وقال: طالما أنه قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فأنا مطمئن. لأنه قال كده، قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فأنا مطمئن. فذبح الجمل وبدأ إن هو يطعم كل من مر به. يقول هذا العالم: وحينما ذهبت إلى الحرم لأحج رأيت هذا الرجل يحج في البيت الحرام، فقلت له: كيف وصلت إلى هنا؟ قال: أنت قلت أن ربك يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون، إن ربي رزقني وأوصلني إلى بيته. فقال: فماذا قال بعدها؟ يعني الراجل اللي هو اللي كان بيعبد النار ده بيقول لهذا العالم، فماذا قال بعدها؟ قال إيه بعدها؟ قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال هذا الرجل: سبحان الله، سبحان الله. لم يصدقوه فاضطروه ليقسم، لم يصدقوه فاضطروه ليقسم: إن لله وإنا راجعون. يقول لك: فشهق شهقة فمات. تفضل. يقول لك: فشهق شهقة فمات من هول الصدمة. يعني الناس يقول الله لهم، ربنا يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون، والناس ما صدقوش لدرجة أن الله يقسم ويقول: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سبحان الله. لذلك فإن الفطرة السليمة للرجل المسلم أو غير المسلم تجعلك تستطيع أن تفهم القرآن، لأن القرآن كلام الله تعالى للكل، للكل. قال تعالى: حتى يسمع كلام الله، بس فقط يسمع. بل وهذا الرجل الذي قرأ، يعني هذا الكاتب كبير وكان يكتب مجلدات ومؤلفات كثيرة ويقرأ كثيرا، فقابل أحد المسلمين قال: أنت تقول أن ربك عنده كتاب؟ قال: نعم. قال: إيت لي، يعني هات لي كده أقرأ منه. فبدأ قرأ في أول السورة، أول سورة البقرة: ألف لام ميم،
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فقال اسكت، والله إن هذا الكلام ليس بكلام بشر، إنه بكلام رب. قال كيف عرفت؟ قال أنا إذا أردت أن أكتب كتاب فأقول في أول الكتاب إن كان فيه خطأ فليتصل بي مثلا فلان، فليراسلني مثلا أو كذا، فحد يجي يقول لي إن هذا فيه خطأ. أما ولكن حينما يبدأ كلامه ويقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي ليس فيه خطأ أبدا، إذن فهذا ليس كلام بشر، إنه كلام رب. وأسلم هذا الرجل، سبحان الله. إذن فعلم التفسير مهم جدا لطالب العلم وطالب علم القرآن أن يتعلم أصول التفسير. كيف لي أن أفسر كلام الله تعالى؟ وكيف لي أن أستطيع حينما أقرأ في كتاب أقول أن هذا التفسير صحيح، هذا التفسير باطل؟ لأن لنا أصول في التفسير. طيب، ما معنى علم التفسير؟ قال الإمام أبو حيان بأنه علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن. طبعا نحن نعلم أن العلم الذي يبحث في كيفية النطق بألفاظ القرآن هو علم التجويد، صح؟ هنا بيقول إن علم التفسير ده علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، وعلم الذي يبحث في ألفاظ القرآن هو علم التجويد والقراءات. يبقى إذن لابد من المفسر أن يكون عالما بالتجويد والقراءات ومدلولاتها، أي يجب يكون يعرف في لغة العرب. طيب، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، لازم يكون عالم في البلاغة ويعرف الكلمة الواحدة معناها إيه وحينما تركب معناها إيه، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتسميات لذلك. لازم يكون عالم أيضا بأصول الفقه، يكون عالم بالحديث، يكون عالم بالعروض علم الشعر، ويكون عالم بأصول كلام العرب. لابد للمفسر أن يكون ملم بهذه العلوم، عدها أحد العلماء إلى 24 علم. لابد لكي يستطيع أن يفسر القرآن لابد أن يكون ملما ب24 علم من علوم الشريعة، سبحان الله. طيب، أهمية التفسير، لماذا لابد لي أن أعلم التفسير؟ قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأنت لابد لك أن تعلم وتبحث ما المقصود بالصمد. هل فكرت فيها من قبل مثلا؟ ما معنى الصمد؟ قل هو الله أحد، الله الصمد. ما معنى الصمد؟ طيب، ما معنى الفلق؟ ما معنى غاسق إذا وقف؟ ما معنى العاديات؟ طيب، ما معنى ويل لكل همزة لمزة؟ لماذا سميت البقرة بالبقرة؟ لماذا سورة المائدة تسمى بالعقود؟ لماذا هناك سورة اسمها الأنفال؟ لماذا سورة التوبة سميت بالفاضحة؟ لماذا ليس فيها بسملة؟ هذه كلها أسئلة لا نتعلمها إلا في علم التفسير. فلابد للمسلم أن يتعلم كلام ربه سبحانه، لأن الإمام ابن القيم رحمه الله قال أن هجر القرآن ستة أنواع. هجر القرآن ستة أنواع. قال أول نوع من أنواع الهجر هجر التلاوة، أنك لا تقرأ، فهذا نوع من أنواع الهجر، لا تقرأ القرآن، فهذا نوع. ثانيا يقول هجر التعلم، أنك تهجر تعلم القرآن. ثالثا هجر التعليم، أنك تعلم الناس القرآن. فرابعا هجر التدبر، أنك تقرأ القرآن ولا تعلم معناه. وقال بعدها هجر الاستحكام للقرآن، أن تحكم القرآن وأن تتحاكم للقرآن وأن تحكم بالقرآن. والسادس أن تستشفي بالقرآن، لأن القرآن شفاء. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال تعالى وقال الرسول يا رب يا رب يا رب يا رب ماذا؟ إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي أن تأتي يوم القيامة ويشكوك النبي صلى الله عليه وسلم، يشكو الأمة، يشكو ربنا، لك يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلابد لكل واحد منا أن يقرأ على الأقل في كتاب من كتب التفاسير، كتاب بسيط جدا، في كتاب مثلا تفسير الجلالين، تفسير معنى الكلمات،
انت مثلا تقرا فلن، يعني معرفش، يعني معرفش يعني ايه الصمد، انا مش عارف يعني ايه الصمد، معرفش يعني ايه الفلق، يعني ايه غاسق اذا وقد، يعني ايه نفاتات في العقد، وهذه اقل الصور تقراها في كل صلاه ولا تعلم معناها. انا لله وانا راجعون، يعني مثلا انا لو سالت الان في الحاضرين ما معنى الصمد، من يجيب؟ من يعلم؟ قل هو الله احد، الله الصمد. ما معنى الصمد؟ لا مش الواحد، يعني ايه الشيء المفرغ من الهواء؟ لا يعني هنقول على ربنا ان هو شيء مفرغ من الهواء؟ لا يجوز، ما ينفعش. المقصود في الحوائج هذا معنى من انواع هذا معنى من معاني الصمد، نعم، الذي يحتاجه كل الناس ولا يحتاجه لاحد، الذي يحتاج لكل الناس، الذي يحتاج لكل الناس ولا يحتاج لاحد، هذا الصمد، نعم. طيب يعني ايه الفلق؟ قل اعوذ برب الفلق. ما معنى الفلق؟ ها ما معنى الفلق؟ قل اعوذ برب الفلق. وقت، وقت فقط، الصبح، نعم الفلق الصبح، يقول قل اعوذ برب الفلق، الفلق الصبح، الصبح بداية الصبح، اما مش الليل والنهار، نعم. يبقى اذا نكتفي هذه صور بسيطة لابد لنا ان نتعلم تفسيرها ومعانيها بإذن الله تعالى، لنا دورة إن شاء الله ثانية يعني سنتكلم فيها في تفسير جزء عام إن شاء الله، ولكن حينما ننتهي من دورة القرآن بإذن الله تعالى، أوعدكم بذلك، يكون لنا دورة أخرى إن شاء الله في تفسير السور البسيطة في جزء عام جزء 30، لأنه جزء مشهور، ونبدأ نتكلم فيه في تفسير بعض الكلمات وتفسير الآيات وأسباب النزول ولماذا نزلت ومناسبة الآيات وهكذا، ومعاني السور وترتيبها وهكذا، في الجزء الأخير إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد أن ننتهي من دورة تجويد القرآن بإذن الله تعالى، أوعدكم بذلك. طيب تعلمنا الآن وعرفنا أهمية علم التفسير. طيب العلماء وضعوا بعض الخطوات لكي يفسر كلام الله سبحانه وتعالى، وقالوا معناه التفسير بالمأثور. ما معنى التفسير بالمأثور؟ قالوا أنه لابد للمفسر، لابد للمفسر أن يفسر كلام الله تعالى بخطوات، فأعلى شيء وأفضل شيء في التفسير، وأعلى شيء في التفسير وأوثق شيء في التفسير، أن تفسر القرآن بالقرآن، أن تفسر القرآن اللي هي أقسام التفسير بالمأثور، أن تفسر القرآن بالقرآن. طيب لأن الله، طب لماذا نفسر القرآن بالقرآن؟ لأن الله تعالى أعلم بمراده سبحانه، صحيح؟ يعني أنا لا أعلم مراد الله من الآية، ولكن الله تعالى هو أعلم الناس، الله تعالى هو أعلم بكلامه سبحان الله، صحيح ولا لا؟ يعني أعلم، الله سبحانه وتعالى عليم خبير حكيم سبحانه، فهو سبحانه وتعالى أعلم بكلام. لذلك مثلا كنت أتكلم منذ قليل مع أحد الناس، مثلا يعني حتة كده كويسة حتى نفهم شيء، يعني عندنا في علوم التجويد أو علوم القرآن علم يسمى علم تناسب الحروف، علم تناسب الحروف، لماذا وضع هذا الحرف في هذا في هذه الكلمة، ولماذا لم يوضع في هذه الكلمة؟ سبحان الله. تأملوا مثلا علم تناسب الحروف، قلنا كنت أتكلم منذ قليل مع أحد الناس في موضوع تناسب الحروف، عندنا مثلا في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، كلنا نقرأ سورة الكهف، صحيح ولا لا؟ ونحن نقرأ سورة الكهف فيكم، كان يحرص الصحابة والتابعون وأتباع التابعين على قراءة سورة الكهف في كل جمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف أضاء الله ما بين جمعتين، لو واحد قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة ربنا يعطيه من النور حتى الجمعة التي بعدها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. طيب حينما نقرأ في قصة موسى عليه السلام
نجد مثلا يقول لك ايه، لما موسى عليه السلام ركب السفينة هو والخضر، ركب السفينة هو والخضر وخرق السفينة، قال أخرقتها لتغلق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. وموسى عليه السلام رأى ما لا يصبر عليه، فالأول وجد هذا الرجل يخرق سفينة، وبعد كده يقتل غلام، بعد كده يبني سور وما يطلبش أجر على كده، استغرب. فموسى عليه السلام أصبح عنده شغف وحب، وما نقوله يعني إيه، عايز يعرف، فهو عنده شغف يعني استغراب، سبحان الله، يعني كيف هذا غير معقول. طيب يبقى إذن قلنا أن موسى عليه السلام حينما رأى هذه الأشياء، حينما رأى هذه الأشياء طبعا زاد شغفه، أراد أن يعلم. طيب فكان أول الكلام قال إيه، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. كتبت كيف؟ تستطع، أيوة نعم، بالتاء ثم سين ثم تاء ثم طاء ثم عين، تستطع بالتاء. طيب قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين، نعم، فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها. طيب وكان وراءهم ملك. طيب هو الملك يكون وراءهم ولا قدامهم؟ يعني أنا دلوقتي ركبت السفينة، صحيح؟ طيب يبقى المعقول إني أنا وراءهم ولا يكون قدامهم؟ أنا دلوقتي هم ركبوا ماشيين في البحر، فهم هيعدوا على الراجل، هيعدوا على هذا الملك، فالمفروض عقلا ان يكون الملك هذا قدامهم، يعني هم رايحين له، ولا يكون وراهم وعدوه؟ لا، ما حدش قال كده. المعقول انا دلوقتي لو ركبت سفينه من على بر وبعدين هعدي بالسفينه، فانا اذا هو ليه هيخرقها؟ لان هيعدي عليه، مش هيكون ورايا، صح ولا خطا؟ بس هو قال هنا ايه، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، صحيح؟ طيب يقول كل المفسرين أن معنى وراءهم هنا أي أمامهم. طيب سبحان الله، كيف يكون وراءهم؟ يقول يعني الله تعالى يقول وراءهم وهو أصلا أمامهم. فهذه لفتة لكي تنتبه. طيب شوف اللي بعدها، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. إيش؟ فأراد ربك، هو أيضا ثواني فقط، فأراد ربك أن يبلغ، فالآية قال إيه؟ وأما الغلام فكان إيه؟ فكان أبواه مؤمنين فخشينا، أي نحن أي موسى وإيه والخضر، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا نسب في القول هنا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج قال إيه اللهم تعالى. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فنسب الشر لنفسه أنه قتله، ونسب الخير لله سبحانه وتعالى. أن طيب اللي بعدها قال وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل إيه بقى؟ ما لم إيه؟ تستطع، صح؟ حذفت التاء هنا لماذا؟ يقول العلماء كانت في الأولى تستطع لأن موسى عليه السلام كان في شغف وكان عنده يعني عدم صبر، فأراد أن يعرف، فوضعت التاء هنا للشدة التي كان فيها موسى، تستطع. فلما عرف المعنى وعرف التفسير وعرف المقصود
وذهب عنه ما كان به، حذفت التاء فأصبحت تصطيع، تصطيع، وهكذا. طيب بعدها في قصة ذو قرنين، قال فما استطاعوا أن يظهروا، فما استطاعوا بدون التاء، ولما بدأ الجهد والتعب قال وما استطاعوا له نقبا، وضع في التاء. يبقى إذن تبين هنا أن حرف التاء لأنه حرف شديد فتناسب مع إيه؟ مع جهودهم. في الأولى لم يجتهدوا فلم تضع التاء، ولما اجتهدوا وتعبوا وضعت التاء. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. هذا أيضا علم من علوم القرآن، ألا هو علم تناسب الأحرف. طيب يعني إيه تفسير القرآن بالقرآن؟ أن الله تعالى هو أعلم بكلامه سبحانه وتعالى، فأنا لا أفسر القرآن إلا إيه؟ بكلامه سبحانه وتعالى. طيب مثال ذلك، مثال تفسير القرآن بالقرآن، حينما نزلت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة قالوا ومن منا لم يظلم نفسه يا رسول الله، من منا ما ظلمش نفسه؟ فقال لا، ليس كما تقولون، ولكن كما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. ومنها أيضا من التفسير القرآني بالقرآن قول الله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه فسرت إيه؟ صراط الذين أنعمت عليهم. يبقى إذا معنى من هم الذين أنعمت عليهم؟ ذكرهم الله تعالى في هذه السورة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومنها أيضا من تفسير القرآن بالقرآن، من تفسير القرآن بالقرآن فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي هذه الكلمات؟ ذكرت في سورة الأعراف، قال تعالى قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا معناه تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. فسرت هذه الآية الذين أنعمت عليه بآية النساء، وفسرنا تلقى آدم من ربه كلمات بآية الأعراف، وقلنا إن الشرك لظلم عظيم فسرت آية الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا معناه تفسير القرآن بالقرآن. طبعا هو فيه تفصيل كثير ولكن يعني كده نطيل عليه إن شاء الله، عشان لينا في قسم ثاني إن شاء الله يعني في المحاضرة القادمة يكون فيه توسع أكتر من كده. طيب تفسير القرآن بالسنة، هذا القسم الثاني، تفسير أن أفسر القرآن بالسنة. طيب قبل أن نبدأ في هذا القسم، يقول بعض العلماء، يقول بعض العلماء قال الله تعالى في أول سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وضع بعض علماء الوقف على هذه الكلمة، يعني كلمة الله، علامة ممنوع الوصل، ويكون المعنى ولا وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم تفسير القرآن أو معناه إلا الله سبحانه وتعالى. وبعدها ترى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. كان ابن عباس رضي الله عنه حينما يقرأ هذه الآية يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويقف عند كلمة والراسخون في العلم ويقول وأنا من الراسخين في العلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن عباس رضي الله عنه اللهم أفقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم أفقهه في الدين وعلمه التأويل، دعوة دعاها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه. طيب نقول في هذا أنك لا تعلم تفسير الله سبحانه وتعالى ولن تستطيع أن تفسر كلام الله تعالى إلا إذا فتح عليك، إذا فتح عليك في الفهم في العلم
سبحان الله، ربك سبحانه وتعالى يرزقك هذه الملكة لكي تفهم كلامه سبحانه وتعالى، وكي تستطيع أن تفسر كلامه تفسيرا كما أراد الله سبحانه وتعالى. طيب، تفسير القرآن بالسنة. لماذا أفسر القرآن بالسنة؟ لأن السنة وحي أيضا مثل القرآن. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي السنة. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى في آية: لتبين لهم ما أنزل إليهم ولعلهم يتذكرون. نعم. إذن فتفسير القرآن بالسنة، يعني مثلا أنا الآن أريد أن أصلي، هل في القرآن أن عدد ركعات صلاة الصبح ركعتين؟ وهل في القرآن أيضا أن صلاة الظهر 4 ركعات؟ وهل في القرآن كيف أحج؟ كيف أصلي؟ أو مثلا هل موجود في القرآن نصاب الزكاة؟ هل موجود في القرآن إلى غير ذلك من الأشياء التعبدية؟ هل موجود في القرآن مثلا نصاب الزكاة وكيف أؤدي الزكاة؟ هل موجود في القرآن مناسك الحج بالتفصيل كما نحج؟ أو كيف نصوم؟ كل هذا عرفناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا. نعم، كثرة السنة. نعم، كثرة السنة. قال: خذوا عني مناسككم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، قال تعالى: وأقيموا الصلاة. ولكن كيف أصلي؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعل. كيف أصوم؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كيف أصوم؟ أصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. كيف أحج؟ كيف أعتمد؟ إذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بمعنى تفسير القرآن بالسنة. طيب، أفسر القرآن بالسنة الصحيحة، ما ينفعش إن أنا أفسر القرآن بالسنة الحديث الضعيف. طيب، نأتي هنا إلى مسألة: ما معنى الحديث الصحيح؟ يعني أنا أقول الآن أفسر القرآن بالحديث، ويجب أن يكون هذا الحديث صحيح. طيب، ما معنى الحديث الصحيح؟ قال العلماء: الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده، واتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن عدل مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. الكلام العالي ده، الله المستعان. إذن قالوا: الحديث الصحيح هو نقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، أو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه بغير شذوذ ولا علة. هذا بمعنى الحديث الصحيح. هذا معنى الحديث الصحيح. طيب، وقد يكون ينقل أيضا عن الصحابة يكون حديث ضعيف، ليس شرط، ولكن لابد أن يكون هذا ما اتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا، يكون فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، أي كل من في أن كل في هذا السند عدول. العدل هذا الذي يجتنب الكبائر ويجتنب أيضا فضول الصغائر، يعني يجتهد، لأنه أعظم هو يخطئ، ولكن هو يجتهد في اجتناب الصغائر ولا يفعل كبائر أبدا. هذا العدل، نقل العدل الضابط عن مثله إلى متاهه، ولا بد أن يكون ضابطا، أن يكون حافظا، يعني يكون هذا حافظ للحديث ويعيه ويعلم معناه ويعلم، يعني بنقل العدل الضابط عن عدل ضابط إلى منتهى، يعني إلى منتهى السند، كل ما في السند يعود.
بغير شذوذ ولا علة، أي ليس هناك علة في متن الحديث أو في سند الحديث تقل درجة الحديث. يعني مثلا كما في البخاري مثلا يقول حدثنا نافع عن مالك عن ابن عمر، مالك لا حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر. مالك من مالك؟ حد يعرف من مالك؟ قال حدثنا مالك، حد يعرف من مالك؟ نعم مين هو؟ قول. طيب قال حدثنا مالك، مين مالك؟ طايفين ليه يا جماعة؟ لا مش مالك بن دينار. الإمام مالك المشهور صاحب الفقه. نعم الإمام مالك بتاع الفقه. قال حدثنا مالك عن نافع، من نافع؟ من نافع؟ قال حدثنا مالك عن نافع. الله أستاذه؟ لا مش أستاذه فقط، أنا عايز أعرف من ماشي. ما هو أستاذه بس هو مين بقى؟ نافع هذا كان مولى ابن عمر، أي خادم ابن عمر رضي الله عنه. طيب هذا مالك، مالك هل هو عالم كبير ولا ليس عالم كبير؟ الإمام مالك هذا عالم كبير ولا لا؟ نعم عالم كبير. طيب هل هو عدل ضابط ولا هو عالم عادي وراجل عادي؟ لا هو مش راجل عادي، هو عالم نام دار الهجرة، وكان يقال أيفتى ومالك المدينة. سبحان الله هذا الإمام مالك. أيوة ما هو مالك مين نافع؟ نافع هذا مولى ابن عمر، أي خادم ابن عمر، الخادم بتاع سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وأيضا سيدنا عبد الله بن عمر مش هيختار حد كده خلاص، ابن عمر، لا مش خالد بن عمر، خادم، خادم ابن عمر، مولى ابن عمر كان اسمه نافع، مولى ابن عمر كان اسمه نافع، مولى عن الخادم. نعم من عمر؟ من ابن عمر؟ هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يبقى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا سند صحيح ليس فيه كلام، كلهم علماء وكلهم عدول، كلهم بيسمى عند علماء الحديث السلسلة الذهبية. يعني السلسلة الذهبية سليك الذهب كده، إنك كل من في هذا السند علماء كبار، مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهكذا. تمام؟ ده معناها كده اللي أنا قلت عليه من شوية، ده اسمها نقل العدل الضابط عن عدل الضابط مثله إلى منتهاه، يعني إلى منتهى السند بغير شذوذ ولا علة، ما يكونش فيه مشكلة لا في السند ولا في المتن. وده طبعا ليها تفسير يعني شرح ثاني ان شاء الله نبدا نشرحها بعدين. طيب يبقى اذا افسر القران بالسنه الصحيحه ليس بالسنه الضعيفه، ليس بالحديث المتكلم فيه او غير ذلك، لكن انا افسر القران بالسنه الصحيحه. طيب نكتفي على هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك أتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.